شعب مصر العظيم نحتفل اليوم بالذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة ذلك اليوم الجليل الذي وقف فيه أبطال من الشرطة المصرية الباسلة ليدافعوا عن كرامة وعزة بلادهم بالإسماعيلية عام 1952 ويقدموا حياتهم ثمنا غاليا من أجل كبرياء مصر الوطني إدراكا منهم أن حماية أمن البلاد والمواطنين غاية عليا لا تسمو فوقها غاية. أن ما قدمه هؤلاء الأبطال لبلادهم في ذلك اليوم منذ 72 عاماً تحول لطاقة تحدٍ تسري في قلب هذا الوطن لتعيد إليه شبابه وتقربه من يوم استقلاله. وكما كانت تضحيات ابناء الشرطه في الاسماعيليه محركا لدوافع الكرامه الوطنيه فان تضحيات الشهداء من رجال القوات المسلحه والشرطه ومن جميع ابناء الشعب المصري في مواجهه الارهاب خلال الاعوام الاخيره تاخذ مكانها المستحق على حائط الشرف شرف الوطن وبطولاته هي تضحيات نقدرها ونقول ونتحمل جميعا مسؤوليه كبرى بان نقابل كرم الشهداء بكرم وتضحياتهم بتضحيه وان نحقق حلمهم بمصر عزيزه وكريمه الى واقع وحقيقه لابنائنا واحفادنا جيلا بعد جيل